حيث الوكيل، ما تعليقك على الاتهامات الموجهة إلى دعم مصر بأنها محاولة لإنشاء حزب وطني جديد؟ لا، هذا كلام يعني أنا يعني أؤكد لك، أنا طبعا على مسافة واحدة، هيئة المكتب دائما وأبدا عندما يتولى الرئيس ووكيل المجلس يعني بيبقوا على مسافة واحدة من الجميع. إحنا دورنا في هيئة المكتب تقوية الأحزاب والائتلافات وأيضا المستقلين، دورنا إن إحنا التنسيق فيما بينهم. أنا أؤكد لك إن مثل هذا الكلام بعيد كل البعد عن الصحة، ولكن الناس بتفهم الديمقراطية خطأ. الرأي والرأي الآخر والرأي وفي الآخر لمين؟ للأغلبية. وزي ما أنت شفت حتى في قانون الخدمة المدنية تغلب الرأي الأغلبية في رفض القانون، وهذا وارد جدا، وارد جدا أن يعني يكون الائتلاف دعم مصر في تنسيق كامل مع الأحزاب لرفض قانون معين جاء من الحكومة.